بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تعينا في المرة السابقة من تدارس رسالة جواب في الإيمان ونواقضه للعلامة البراك حفظه الله تعالى، وذكرنا أن هذه الرسالة عبارة عن إجابة عن سؤال عن تلك المسألة التي أثرت لغطا كثيرا، وهي المسألة الملقبة بكفر تارك جنس العمل. وقد بينا أن حتى هذا الاصطلاح في حد ذاته غير مستقيم، وأصحابه يريدون أن يقولوا باشتراط جنس عمل الجوارح لكي يصح الإيمان، ومن ثم فيكون نقدها ينبغي أن يقال كفر تارك العمل بالكلية، كفر تارك عمل. فابتداء حتى الاصطلاح الذي وضعوه اصطلاح غير مستقيم، وده قد يؤكد القول بأن هذه مسألة محدثة، وإن وجدت في محدثة بهذا الاصطلاح وبهذا الأسلوب وبهذا التقرير، وإن وجد في كلام أهل العلم السابقين شيئا منها كما سيأتي. ذكرنا أن الشيخ البراك يعني وإن كان له مذهب في المسألة في تحقيق مذهب ابن تيمية في المسألة وترجيح الوجه الذي حققه، إلا أن طرق الرسالة مفيدة جدا من جهة تأكيدها لمنهج أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، بيان منهج أهل السنة ما هو القدر المجمع عليه والقدر المختلف فيه، ودي مسألة في غاية الأهمية وتحتاج بالذات في عندما يحدث غلو من بعض الاتجاهات في ترجيح ما تراه راجحا، يحتاج الأمر إلى التأكيد والتنبيه على مواطن الإجماع ومواطن الخلاف. الشيخ دقيق جدا في توضيح مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، وبل بين من هم المرجئة، سواء المرجئة المتكلمون أو المرجئة الفقهاء، بأمور أيضا بطريقة واضحة لا لبس فيها تقدم الكلام عليها، ولأن البعض من كثرة استغراقه في مسألة الانتصار لمذهبه في كفر تارك عمل الجوارح بالكلية يكاد يحصر الإرجاء في أن المرجئة هم الذين لا يقولون بهذا القول، ويقوم يسقط كل الأقوال اللي قالها العلماء في ذم الإرجاء على هذا القول، مع أن العلماء مع تبديعهم لقول مرجئة الفقهاء وللمرجئة المتكلمين، إلا أنهم فرقوا من الاثنين في درجة الإنكار ودرجة التبديع وإلى آخر ذلك. ثم كان الكلام أيضا في باب النواقض كلام متين في بيانها وتهذيبها بطريقة جيدة. الإشارة كان أيضا إشارة سريعة لمسائل كمسألة العذر بالجهل وكمسألة الحاكمية، ولأن كما ذكرنا يوجد البعض بيتبنى قولين وإن كانوا يعني المسألتين مختلفتين، إلا أن يعني يتبنون في كل مسألة
قول ينبثق من روح مخالفة تماما عن الروح التي استحضر يعني كانت عندهم في دراسة المسألة الأخرى. ففي مسألة العمل ترك عمل الجوارح تجد عندهم درجة من الشدة في وكأنها نوع من الجنوح إلى التكفير. في المقابل عند الكلام على مسألة ترك الحكم بما أنزل الله تجد نوع من أنواع التراخي الشديد ومحاولة تصوير أنها حتى لو كانت في التشريع العام فإنها لا تكون كفر أكبر إلا أن يكذب المشرع المبدل على الشرع فينسب الشرع المبدل أو الحكم المبدل إلى الشرع، وهذا في غاية الندرة، وإما أن يكذب حكم الشرع ويجحده، وهذه لا يكاد يوجد صور للكفر الأكبر عندهم إلا الشيخ البراك، مع أنه ممن يميل إلى تكفير تارك عمل الجوارح بالكلية باعتبارات ذكرها سوف نفصل فيها اليوم إن شاء الله تبارك تعالى، إلا أنه كان مستقيما مع أصول أهل السنة من جهة ومع أصول نفسه من جهة حينما ذكر في النواقد بطريقة أوضح وأظهر أن من النواقد تبديل شرع الله تبارك وتعالى على ما تقدم. ده خلاصة اللي احنا استفدناه من هذه الرسالة، ويبقى أن احنا نذكر تعليق أو توضيح لما نراه في مسألة ترك عمل الجوارح بالكلية. في الواقع كما ذكرنا هذه المسألة بهذا الاصطلاح وبهذا الظهور لم تكن مثارة في كتابات المتقدمين، بل إن عنوان عقيدة أهل السنة الجماعة في كتابات المتقدمين أنهم كانوا يقولوا أن أهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وكانوا بيروا أن هذه الجملة المختصرة من أصول أهل السنة الجماعة في باب الإيمان كافية لتمييز أهل السنة عن كل من الخوارج والمرجئة. فقولهم الإيمان قول وعمل يميز أهل السنة عن المرجئة الذين حصروا الإيمان في القول، إما قول القلب وإما قول اللسان وإما كلاهما معا على التفصيل الذي مضى. وإن كان لا يميز أهل السنة عن الخوارج لأن الخوارج أيضا يقولون أن الإيمان قول وعمل، وأما قولنا أن الإيمان يزيد وينقص فهذا يميز أهل السنة عن كل من الفريقين، لأن هناك اتفاق بين الفريقين على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقد ذكرنا القضية إن الخوارج بعدما قادتهم أهواؤهم إلى تكفير مرتكب الكبيرة حتى يتسنى لهم الخروج على جماعة المسلمين بعد حدوث الاتفاق بين علي ومعاوية رضي الله عنهما على التحكيم، فتبنوا القول بتكفير الفريقين لأنهما حكم الرجال وترك كتاب الله في زعم هؤلاء الخوارج، ثم ما زال الأمر بهم إلى أن انتهوا إلى تكفير مرتكب الكبيرة، ثم نظروا الأمر بهذه الطريقة أن الإيمان قول وعمل أو أن الإيمان له شعب كثيرة، ثم أضافوا قاعدة من عند أنفسهم وهو أنه حقيقة مركبة، إذا ذهب بعض ذهب كله، فخرجوا من مجموع الأمرين إلى أن الإيمان إذا زالت بعض شعبه زال بالكلية أي بتكفير مرتكب الكبيرة. لما جه المرجئة عشان ينقضوا النتيجة التي وصل إليها الخوارج وهي تكفير مرتكب الكبيرة، ووجدوا أن هذه النتيجة نتجت من مجموع مقدمتين، الأولى تقول الإيمان قول وعمل، والثانية تقول الإيمان كل لا يتبعض، إذا ذهب بعض ذهب كله، فتركوا المقدمة الفاسدة وهي زعمهم أن الإيمان كل لا يتبعض، ونقضوا المقدمة الصحيحة لكي يتوصلوا إلى نقد النتيجة التي قال بها الخوارج، فقالوا الإيمان نعم لا يزيد ولا ينقص وأنه كل لا يتبعض،
ولكنه شيء واحد هو التصديق، ثم جعلوا الإقرار علامة عليه. هذا خلاصة الذي ذكرناه من قبل. فإذا صار بعدما ظهرت هذه الفرق من الخوارج والمرجئة قولهم أن أهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يعتبر مميز تماما لمنهج أهل السنة عن كل من الخوارج والمرجئة، وإن كان في ثنايا البحث يحتاج الأمر إلى بيان. لما نقول أنه هو يزيد وينقص فكان لابد من بيان أن له أصل وكمال، أصل وكمال الواجب وكمال المستحب، وأنه إذا زال الأصل زال بالكلية، وده لضبط مسائل ما يدخل به المرء في دين الله وما يدخل به الكافر في الإسلام وما يخرج به المسلم من الإسلام. وهذا قد بيانه الشيخ البراك في الرسالة التي ذكرناها. أيضا مسألة بيان الارتباط بين الظاهر والباطن هي إحدى المسائل المهمة التي تدخل في ثنايا بيان ما دل عليه الكتاب والسنة في شأن مسائل الإيمان. هذه مسألة الارتباط بين الظاهر والباطن ربما تكون يعني أيضا احتاج أهل السنة إلى الكلام عليها أمام المرجئة. هم الخوارج بيبالغوا في الوعيد، ولكن المرجئة بيبالغوا في الوعد، وبالتالي بيتصوروا أحيانا وجود إيمان كامل على زعمهم في القلب وليس له أثر على الجوارح. على أيضا تفاصيل في هذه المسألة، ولذلك اعتنى أهل السنة لا سيما المتأخرين منهم الذين عنوا بالمناظرة مع أهل البدع ومحاولة إفحامهم بأنواع الحجج النقلية والعقلية كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن جاء بعده، اعتنوا بهذه المسألة عناية كبيرة جدا. وفي الواقع إن هذه المسألة مسألة شرعية متقررة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مسألة الارتباط بين الظاهر والباطن مسألة مجمع عليها بين أهل السنة من حيث المبدأ، ولكن أيضا لا يمنع من وجود بعض التفاصيل التي فيها نزاع. كان شيخ الإسلام اعتنى ببيانها بيانا كبيرا. في الواقع السبب الرئيسي المتتبع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب سيجد أن الموطن الذي يبالغ فيه في إظهار هذه المسألة، الموطن الذي يرد فيه على المرجئة الذين يتصورون وجود إيمان كامل في القلب مع عدم النطق بالشهادتين، وهذه مسألة سبق بيانها، أن المرجئة اضطروا إلى المحافظة على الأصل الذي ورثوه عن الخوارج، وهو الزعم بأن الإيمان كل لا يتبعض، وكون كل لا يتبعض يلزم عندهم أن يجعلوه شيئا واحدا، لأنهم لما سلموا بهذه القاعدة اضطروا إلى أن يجعلوا الإيمان شيء واحد وهو التصديق عند جمهورهم، حتى لا يقال لهم إذا أدخلتم العمل في الإيمان ففاقده يكون كافر. فوقعوا في عدة ورطات،
لعل أشدها هي مسألة الإقرار، ما حكمه عندهم، ومسألة أعمال القلوب قد سبق الكلام عليها. هم دول عندهم ثلاث ورطات كبار. الورطة الأولى الإقرار ما حكمه، الورطة الثانية أعمال القلوب، الورطة الثالثة عندهم ما قولهم في الأدلة التي تقول أن الصلاة من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إلى غير ذلك من النصوص. الورطة بتاعة الإقرار يعني يمكن الاحتجاج عليهم بأن يقال لهم ما موضع الإقرار من الإيمان عندكم، فإن أدخلتموه في الإيمان انهدم أصلكم بأن الإيمان هو التصديق فقط، وإذا أقررتم بأن الإيمان هو تصديق وشيء زائد فلما لا تجعلون أعمال الجوارح هي الأخرى من جملة ما يضاف إلى التصديق؟ ليه؟ لأن المرجئة لما جينا نقول لهم أنتوا ليه مصرين على الإيمان هو التصديق، ما قالوش إن هم تورطوا في النقاش مع الخوارج، ده قالوا إن ده مقتضى اللغة، وتمسكوا جدا بمقتضى اللغة هنا، مع أن الجواب عليهم في هذه الجزئية إن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، كما إن احنا في لفظ الصلاة والصوم والزكاة وغيرها بنرجع لتعريف الشرع لها وليس الأصل وضعها اللغوي. الأمر الثاني أن الإيمان لغة ليس هو التصديق. الأمر الثالث أن التصديق لغة ليس هو عمل القلب فقط، بل يضاف إليه عمل الجوارح، كما في الحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا ثم قال والفرج صدق كذا أو يكذب. دليل القضية. لكن هم خلاص مصرين على أن الإيمان هو التصديق، وإن هم مش قالوا الكلام ده، مش اتورطوا في المناقشة مع الخوارج، ده هو ده مقتضى فهمهم للشرع، لأن الشرع أحلهم على اللغة فيما يزعمون، واللغة قالت لهم الإيمان هو التصديق. طب نقول لهم الإقرار عندكم إيه حكمه عندكم؟ فإن قلتم أنه من الإيمان فصار الإيمان عندكم تصديق وإقرار، فما المانع من أن تضيفوا إليه أعمال القلوب والجوارح؟ وإن قالوا أنه ليس منه، قيل لهم الإجماع على أن الكافر لا يدخل في الإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين. فكان جوابهم أن قالوا أن الإقرار علامة على الإيمان وليس جزءا منه، وسبق أن احنا شرحنا الكلام ده في قولهم في أعمال الجوارح، بس الإقرار هنا أخطر. عملنا لهم أعمال الجوارح إيه قولكم فيها، وإيه تأويلكم للأدلة اللي فيها أن الأعمال من الإيمان؟ قالوا هي ثمرة من ثمرات الإيمان وليست جزءا منه. البعض فهم أن كذا كلمة ثمرة هذه من لوازم منهج المرجئة. لا، نقولنا أهل السنة بيقولوا الظاهر ثمرة للباطن، ومجموع الظاهر والباطن اسمهم ايه؟ ايمان. لكن المرجئة بيقولوا الظاهر ثمرة للباطن، والباطن هو الذي يسمى ايمان، بل تصديق القلب فقط وليس الباطن كله، وما عدا فهو ثمرة خارجة عنه. فكذلك قالوا في الإقرار، قالوا الإقرار علامة نعرف نحن بها وجود التصديق في قلب المخبر عن نفسه أو المقر بالشهادتين. فاعتبروا الإقرار علامة ظاهرة على التصديق. فقيل لهم أي يتصور عندكم وجود من هو مصدق ولا يقر؟ قالوا نعم. قيل وما حكمه؟ قالوا حكمه أنه ناج عند الله، وإن كان
هم يقولون أن حكمه عندهم في الدنيا أنه كافر لأنهم لم يعرفوا التصديق الذي في قلبه، فجعلوا الإقرار علامة على التصديق الذي في القلب وليس جزءا من الإيمان. فكان جواب ابن تيمية عليهم بأن ده مخالف للإجماع، وأن هذا الفرض في ذاته متناقض، فرض أن يوجد مصدق يمتنع عن الإقرار الظاهر بلا عذر، قال لهم ده كده ممتنع، ويبقى دي أول مسألة من مسألة من الارتباط بين الظاهر والباطن واشتراط قدر من عمل الجوارح. ولو كان القائل باشتراط جنس عمل الجوارح يقصد ذلك لكان هذا محل إجماع، بمعنى أن أهل السنة يرون أنه متى ولد التصديق فلا بد وأن يوجد الإقرار إلا إذا وجد عذر. وعكس المسألة أن عدم الإقرار كفر يدل على أن صاحبه ليس بمؤمن، لأنه يستحيل أن يوجد في قلبه إيمان ثم يمتنع عن إظهاره بلا عذر. هذه واحدة. ولأن الأدلة لله حتى لم يتأمل في ذلك عنده الأدلة والإجماع على هذا. هذه أكثر المواطن التي تكلم فيها ابن تيمية على هذه المسألة، وهي بلا شك محل إجماع. ويبقى إذن القائل بأنه كيف تقولون بنجاة شخص لم يعمل بجوارحه شيئا، يقال له هذه المصطلحات لا تحكم الأدلة بل الأدلة التي تحكم المصطلحات. وحتى لو كان فالشهادتين من عمل الجوارح، لكن لا ده من قول اللسان. حكاية تقسيم الجوارح إلى لسان وجوارح، وده قول وده عمل، مسألة اصطلاحية محض. لكن إذا كان الشرع بيقسم الأعمال إلى باطن وظاهر، ولا شك أن الشهادتين من الإيه؟ النطق بالشهادتين من الظاهر وهو مجمع عليه. فإذا نحن لم نقل بأنه هو سينجو وهو لم يعمل عملا ظاهرا قط، بل سيعمل على الأقل نطق بالشهادتين اللي هو المجمع عليه. وهي دي المواطن اللي ابن تيمية كان دايما يقول ردا على المرجئة اللي تصوروا وجود مصدق يمتنع عن الإقرار ثم حكموا بأنه ناج عند الله، فكان بيرد عليهم بمسألة التلازم بين الظاهر والباطن ولزوم عمل شيء من عمل الجوارح. والبعض بياخد النقول دي ويوضعها في المسألة أخرى، ما هي لو كانت ديت دي مجمع عليه وكما سيأتي. طب ولو كان غيرها لكل مسألة حكمها. بيقول ابن تيمية في الجزء السابع من الفتاوى صفحة 553: وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. يبقى هو لو ما قالش الشهادتين نعرف أنه ليس في قلبه إيمان. وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة، فإن هذا ممتنع، إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة. يبقى لابد كل حالة في الباطن معاه حالة في الإيه؟ في الظاهر. فبنقول أصل الإيمان في القلب اللي هو التصديق مع أصله على الجوارح وهو الإقرار، وكل زيادة هنا تبان إيه؟ تبان هناك. يبقى احنا بنقول بهذا التلازم
بين الظاهر والباطن، وبنقول ان اصل الايمان على القلب، يبقى معاه اصل الايمان في الايه؟ على الجوارح، وكل ما تحصل زيادة يحصل معاها زيادة، ويبقى الكلام ده مستقيم بدون الحاجة الى اشتراط عمل اخر اكثر من الشهادتين. لو دل الدليل على عمل اخر نقول به، لكن مجرد التلازم بين الظاهر والباطن قائم بغير اشتراط شيء غير النطق بالايه؟ بالشهادتين. كلام ابن تيمية في الموطن اللي احنا بنقوله ده بيتكلم على الشهادتين، ودي اكثر المواطن في معظم المواطن تتكلم فيها على المسألة ديت، كان كلامه محمول على الشهادتين. في مواطن اخرى تأتي ان شاء الله. قال: فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة إلى ذلك. فبيقول لازم يبان الإقرار على الأقل. طب هل الإقرار فقط؟ الإنسان بيقول إنه قد تأتي مواطن تجعل، ده معنى كلامه، هنقرا نصه ان شاء الله. قد ياتي مواطن يكون فيها عمل ما في قوه دلالته وجودا وعدما كدلاله النطق بالشهادتين، ولكن هذا ليس عملا معينا. يقول ممكن يحصل ظروف نحكم بها بمقتضى العقل إن العمل ده في قوة دلالته نفيا وإثباتا كقوة دلالة النطق بالشهادتين نفيا وإيه؟ وإثباتا. فبيقول بعد ما ذكر أيضا في معرض الاحتجاج على هذه المسألة، وإنه لو وجد إيمان في القلب لازم يبقى موجود في الجوارح، طبعا إيه؟ صرح في مواطن هو بيتكلم على الإقرار. في موطن تاني كان بيتكلم على شيء زائد على الإقرار إذا وجد، مش إنه يوجد يمتحن به جميع المكلفين. وليس المقصود هنا، كان في الجزء السابع صفحة 558، وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه. هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره؟ هو ليه بيقول بما لا يضره؟ مش عايز يبقى فيه احتمال هوى جبن، لأن الجبن هيبقى معصية، لكن يقول ده واحد قادر متمكن يرى الرسول الذي يؤمن بأنه رسول من عند الله يؤذى، ويقول ماليش دعوة. فبيقول النصرة في هذا الموطن تساوي النطق بالشهادتين وجودا وعدما، بمعنى انه لازم يعملها، ولو ما عملهاش يبقى ايه؟ يبقى كأنه امتنع عن النطق بالشهادتين. قال: فإن هذا وهو قادر على ان ينظر اليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟ فمن المعلوم أن هذا متعلم. المقصود هنا ده في استغفر الله وجودا وعدما، لا هنا في العدم فقط، بمعنى إن إنها لو وجدت ما تبقاش ما تقومش مقام الإيه؟ الإقرار. ولكن إذا عدمت تساوي كأنه عدم الإيه؟ الإقرار. ودي القاعدة اللي قالها الشيخ البراك كنا شرحناها المرة اللي فاتت، وابن تيمية بيؤكد عليها تماما، وإن هناك من الأعمال الظاهرة ما يدل فعلها على انتقاد على انخرام الباطن تماما فتكون هذه ايه؟ كفر. فمنها قد يكون فعل وقد يكون ترك، فهذا مثال للترك. الافعال كثيره، خد بالك المشكله هنا ايه؟ الاخوه اللي بيتكلموا على ترك عمل الجوارح بالكليه، في افعال كثيره متفق عليها ان فعلها
يساوي انخرام الباطن، إلقاء المصحف في القاذورات والاستهزاء بالدين والسخرية منه والتكذيب المعلوم من الدين بالضرورة إلى غير ذلك. لكن هل يوجد ترك مع أن الترك أقرب احتمال لأنه الكسل أو الذهول أو غير ذلك، هل يوجد طرق تصل إلى هذا تكون في قوة دلالتها تقول لنا هذا الترك لا ينشأ إلا ممن ليس عنده إيمان في الباطن؟ بنقول أعظم شيء هو ترك النطق بالشهادتين، وده مش هيدخل في الإسلام أصلا ما دام ما نطقهمش. وهذا الترك لا يمكن أبدا تفسيره بأنه كسل ولا أنه شهوة، ولا هذا لا يكون إلا تكذيبا أو عنادا واستكبارا. يعني لما نلاقي واحد نقول له انطق الشهادتين يقول لا، هنقول جاز أولا الدليل دل على أنه كافر، فإحنا لازم نقول على أنه كافر، والإجماع دل على أنه كافر. ولكن لما بنيجي نفهم المسألة نقول هو ده اللي يمنعه من انطق الشهادتين، إما مكذب وإما مصدق ولكنه معاند عنده عناد واستكبار، وإلا لا يتصور أن يخلو من كل ذلك ويبقى عنده تصديق وإذعان وبعدين نقول له انطق بالشهادتين يقول لا. يبقى بالنسبة للطرق احنا عندنا في قاعدة بتقول ان هناك امور ظاهرة تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن. الامور الظاهرة دي امثلة الافعال الظاهرة التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن كثيرة. القاء المصحف بالقاذورات وسب دين الله تبارك وتعالى إلى آخر. أما أمثلة الطرق التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن فليست كثيرة. أو دي هي دي المعركة هنا في أمثلة الطرق التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن. أمثلة الأفعال في الاستهزاء بالدين، سب دين الله تبارك وتعالى، السخريه من الدين، التكذيب معلوم من الدين بالضروره، كل دي افعال تدل دلاله قاطعه على انخرام الباطن. اللي منها عليه دليل مستقل كالاستهزاء يبقى ده كده لما بنقول كفر المستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم او بالدين هنقول دليل عليه من القران والاجماع والنظر المستقر عند أهل السنة في الارتباط بين الظاهر والباطن، هيقول إن الفعل ده لا يصدر إلا ممن انتفى عنده التعظيم. اللي ما عليهوش نص خاص يكفي هذا التلازم البين، طالما إنه في عرف العقلاء ما هوش تجني ولا توسع إن فعلا الفعل ده لا يصدر إلا من زندقة في القلب، يبقى هنكفره لأنه ترك جزءا من أصل الإيمان. يبقى عندنا الأفعال التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن كثيرة. الكلام في الطرق، أول ترك تكلمنا عليه وهو مجمع عليه ترك النطق بالشهادتين، ودوت لو عني بمسألة ترك أعمال الجوارح بالكلية وقلنا ده التعريف الصحيح للمسألة التي يتكلم عليها بعض من يتكلم فيها، ما يبقاش اسمها ترك جنس العمل، ده هم هيشترطوا فعل جنس العمل ويترتب على ذلك تكفير تارك العمل بالكلية. لو انهم بيعنوا النطق بالشهادتين دي محل اجماع، لكن بلا شك هم لا يعنوها، لكن كثير تقدر تقول أكثر من نصف النصوص التي يستدلون بها على هذه المسألة لا سيما النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية بتتكلم على النطق بالشهادتين وعلى إلزامه للمرجئة الحجة في أن تارك النطق بالشهادتين ليس فقط مجمع على أنه ليس بمسلم، بل من جهة العقل والنظر يستحيل أن يوجد في قلبه إيمان ثم لا يظهر له أثر من إقراره بالجوارح. يبقى التلازم موجود، الأصل مع الأصل والكمال مع الكمال، يبقى وجد أصل الإيمان في القلب حيوجد أصله على الجوارح وهو الإقرار، كل ما يزيد هنا يزيد هنا.
يبقى في طائفة كبيرة جدا من كلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة بيتكلم على أنه متى وجد التصديق لابد من وجود الإقرار، وإن عكس المسألة صحيح ومضطرد، أن كل من ترك الإقرار الظاهر بلا عذر فنحن نجزم إن هو عنده فساد في الباطن. مشكلة المرجئة أنه لا فساد عندهم في الباطن إلا التكذيب، وبالتالي فعلا ممكن يتصور وجود حد عنده تصديق وامتنع من الإقرار، ولكن على قاعدة أهل السنة اللي عندهم إن التكذيب كفر والإباء والاستكبار كفر، يبقى يستحيل عندهم وجود من يمتنع عن الإقرار الظاهر مع أن في قلبه إيمان في الباطن. مسألة تانية، هل المسألة تقتصر على الإقرار؟ قلنا ابن تيمية بيقول قد توجد بعض الأفعال يكون دلالة تركها مكافئ تماما لدلالة ترك الإقرار، ولكنه لم يذكر أفعال واجبة على كل المكلفين دائما وأبدا، وإنما ذكر هنا ظرف خاص، كأن يوجد مؤمن أو من زعم الإيمان ويرى، يقول هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلون وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره، وقال القدة عشان يبعد عن الجبان اللي خاف من المواجهة، هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟ فمن المعلوم أن هذا ممتنع، إنه هو ما يبقاش منه حركة. يبقى إذن دلالة ترك نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في موطن كهذا مع عدم وجود ضرر على صاحبه تكافئ تماما دلالة فعل الاستهزاء وغيره. عشان كده قال وهو بيشرح المسألة ديت في الصفحة التي بعدها إن دي سيديه، يقول فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، وكان محبا لرسول الله معظما له، امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه، فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته. فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب. يبقى اعتقاد كونه صادق ممكن يجتمع مع سبه، ليه؟ لأنه يكون صادق وبيحسده وبيبغضه عصبيا، لكن يكون في قلبه الإيمان المشترط شرعا من وجود التصديق والإقرار والإذعان والانقياد والمحبة، وبعدين ما يبقاش في إقرار مستحيل، يمتنع عن النصرة التي يقدر عليها مستحيل، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل. بقى كل الأحوال دي هنقول نعكس المسألة، بقى الامتناع عن الإقرار مش هنكفره فقط بمقتضى الأدلة، لا ده هنقول ونحن نجزم أن باطنه منخرما، عنده حاجة ناقصة في الباطن، وترك النصرة في حالك التي ذكرها انه يرى الرسول امامه في مع اعدائه مع القدره على النصره وعدم الضرر فيقعد عنه، يقول ترك النصره في هذه الحاله تدل على انخرام الباطن. الاستهزاء او السخريه تدل على انخرام الباطن. قلنا المشكله مش في الافعال، لكن هو ضرب المثل بالافعال للتوضيح، لأن كأن الأفعال تصورها أقرب، إن في أفعال تدل على انخرام الباطن والأدلة عليها أظهر كالاستهزاء والسخرية وغيرها، لكن هل في تروك في الظاهر تدل على انخرام الباطن؟ ترك النطق بالشهادتين دي واحدة. المثال اللي هو قاله أحيانا توجد ظروف وملابسات تجعل الترك يدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن كترك نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحالة التي ذكر. طيب هل ترك الصلاة
هو من جملة الطرق التي يمكن أن تصل بصاحبها إلى أن تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن. لو كان كذلك خد بالك أهمية المسألة إيه، إنها هتنتقل من مسألة من النقاش في الأدلة يعني في كفر ترك الصلاة مع احتمال إنها تحمل على الكفر الأصغر، وده الشائع من طريق التعامل العلماء مع النصوص التي تكفر بشيء من أعمال الجوارح. ولكن لو كانت وجدت فيها هذه الدلالة تبقى هتنتقل من كونها تقصير في أعمال الجوارح إلى كونها انخرام في الباطن اللي هو مجمع عليه. لكن خد بالك برضو هنا فرق بين لما تبقى المسألة مجمع عليها وبين لما تخرج على إجماع. فيبقى هنا النظر في هذه المسألة مهم، لكن مش هيؤدي بالمسألة انه ينقلها من ساحة الخلاف إلى ساحة الإجماع. ولكن لمحتج أن يقول أما وإذ أجمعنا، زي كنا لسه بنتكلم في ستر العورة، المسألة خلافية يعني جدا في وجوب ستر الرجل الكفين أم الاستحباب. فاللي بيقولوا بالوجوب بيقولوا للي بيقولوا بالاستحباب نحن وأنتم مجمعون على وجوب ستر الذراع مثلا، والعقل يقول أن الفتنة في الوجه أشد، فكان ينبغي أن تقولوا معنا بوجوب ستر. يظل ده احتجاج ممكن تنظر فيه، لكن مش هتقلب المسألة تدعي الإجماع، تبقى المسألة خلافية بهذه الصورة وبعدين تدعي الإجماع لأن عالما احتج عليهم بتخريج على إجماع أو لأنهم لهم إجابة، ولو دل الدليل على الترخيص فيه ولم يدل الدليل هناك ولا حاجة بنا إلى التعليل. أو يقولوا إن الذراع في فتنة والوجه في فتنة، ولكن لما لم توجد حاجة إلى إظهار الذراع ولا يوجد مشقة في ستره فقد أمر بستره، وأما الوجه لأنه به تعرف المرأة ولا بد لها من تعامل وقد تحتاج إلى بيع وإلى شراء وإلى وإلى، فتكرر هذه الحاجات جعل الشرع يعتبرها بمنزلة الضرورة، بمعنى أنه يأذن في كشفه مش دائما مع وجوب غض البصر مثلا. فالحالة شبيهة هنا عندنا شيخ الإسلام بيرى أن ترك الصلاة فعلا ممكن يكون في مواطن يكون كترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في موطن يرى الرأي فيه أعداءه قد ظهروا عليه وهو قادر على الدفع، أو تكون من باب أوضح كمن يترك النطق بالشهادتين مع القدر. من أمثلة كده من أمثلة النقول اللي بين فيها ابن تيمية ان ترك الصلاة عنده في بعض الأحوال، هنقول ايه هي الأحوال ديت، تكون من الطرق التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن، لأن الأفعال التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن كثيرة ولا يكاد يوجد خلاف بين أهل السنة فيها، حتى المرجئة نفسهم بيضطروا فيها يقولوا كلام متناقض كده لكن حاصله تكفير المستهزئ والساب ونحو ذلك. لكن الكلام هنا في الطرق، ترك الصلاة عند ابن تيمية في بعض الأحوال له هذه الدلالة، وهو في النهاية بيقول إن الأحوال ديت هي التي ينبغي أن يحمل عليها الإجماع المنقول عن الصحابة. بيقول شخص تيمية وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك فقد ذكر المفرعون من الفقهاء فروعا، أحدها هذا لو في القتل، فقيل عند جمهورهم مالك والشافعي وأحمد يقتل. طب ما في حد قال ما يقتلش؟ قال الإمام أبو حنيفة. ده عند ابن تيمية مذهب من مذاهب أهل السنة، فهو عنده القول بالقتل ابتداء، ده مذهب الجمهور. وإذا صبر يعني يبقى كده عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد هيقولوا له أنت لو ما صليتش ستقتل. قال وإذا صبر حتى يقتل.
فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق انخرام الباطن تماما فتكون هذه كفر؟ فمنها قد يكون فعل وقد يكون ترك، فهذا مثال للترك. الأفعال كثيرة، خد بالك المشكلة هنا إيه؟ الإخوة اللي بتكلموا على ترك عمل الجوارح بالكلية، في أفعال كثيرة متفق عليها إن فعلها يساوي انخرام الباطن، إلقاء المصحف في القاذورات والاستهزاء بالدين والسخرية منه والتكذيب المعلوم من الدين بالضرورة إلى غير ذلك. لكن هل يوجد ترك مع إن الترك أقرب احتمال لأنه الكسل أو الذهول أو غير ذلك، هل يوجد طرق تصل إلى هذا تكون في قوة دلالتها تقول لنا هذا الترك لا ينشأ إلا ممن ليس عنده إيمان في الباطن؟ بنقول أعظم شيء هو ترك النطق بالشهادتين، وده مش هيدخل في الإسلام أصلا ما دام ما نطقهمش. وهذا الترك لا يمكن أبدا تفسيره بأنه كسل ولا إنه شهوة، ولا هذا لا يكون إلا تكذيبا أو عنادا واستكبارا. يعني لما نلاقي واحد نقول له انطق الشهادتين يقول لا، هنقول جاز أولا الدليل دل على إنه كافر، فإحنا لازم نقول على إنه كافر، والإجماع دل على إنه كافر. ولكن لما بنيجي نفهم المسألة نقول هو ده اللي يمنعه من انطق الشهادتين، إما مكذب وإما مصدق ولكنه معاند عنده عناد واستكبار، وإلا لا يتصور أن يخلو من كل ذلك ويبقى عنده تصديق وإذعان وبعدين نقول له انطق بالشهادتين يقول لا. يبقى بالنسبة للطرق احنا عندنا في قاعدة بتقول ان هناك امور ظاهرة تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن. الامور الظاهرة دي امثلة الافعال الظاهرة التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن كثيرة. القاء المصحف بالقذرات وسب دين الله تبارك وتعالى إلى آخره. أما أمثلة الطرق التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن فليست كثيرة. هو دي هي دي الايه المعركة هنا في أمثلة الطرق التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن. أمثلة الأفعال في الاستهزاء بالدين، سب دين الله تبارك وتعالى، السخرية من الدين، التكذيب معلوم من الدين بالضرورة، كل دي أفعال تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن. اللي منها عليه دليل مستقل كالاستهزاء يبقى ده كده لما بنقول كفر المستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالدين هنقول دليل عليه من القرآن والإجماع والنظر المستقر عند أهل السنة في الايه الارتباط بين الظاهر والباطن. هيقول ان الفعل ده لا يصدر الا ممن انتفى عنده التعظيم. اللي ما عليهوش نص خاص يكفي هذا التلازم البين، طالما انه في عرف العقلاء ما هوش تجني ولا توسع ان فعلا الفعل ده لا يصدر الا من زندقة في القلب، يبقى هنكفره لأنه ترك جزءا من أصل الإيمان. يبقى عندنا الأفعال التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن كثيرة. الكلام في الطرق، أول ترك تكلمنا عليه وهو مجمع عليه ترك النطق بالشهادتين، ودوت لو عني بمسألة ترك أعمال الجوارح بالكلية وقلنا ده التعريف الصحيح للمسألة التي يتكلم عليها بعض من يتكلم فيها، ما يبقاش اسمها ترك جنس العمل، ده هم هيشترطوا فعل جنس العمل ويترتب على ذلك تكفير تارك العمل بالكلية. لو انهم بيعنوا النطق بالشهادتين دي محل اجماع، لكن بلا شك هم لا يعنوها، لكن كثير تقدر تقول أكثر من نصف النصوص التي يستدلون بها على هذه المسألة لا سيما النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية بتتكلم على النطق بالشهادتين وعلى إلزامه للمرجئة الحجة
في أن تارك النطق بالشهادتين ليس فقط مجمع على أنه ليس بمسلم، بل من جهة العقل والنظر يستحيل أن يوجد في قلبه إيمان ثم لا يظهر له أثر من إقراره بالجوارح. يبقى التلازم موجود، الأصل مع الأصل والكمال مع الكمال. يبقى وجد أصل الإيمان في القلب هيوجد أصل على الجوارح وهو الإقرار، كل ما يزيد هنا يزيد هنا. يبقى في طائفة كبيرة جدا من كلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة بيتكلم على أنه متى وجد التصديق لابد من وجود الإقرار، وإن عكس المسألة صحيح ومضطرد، أن كل من ترك الإقرار الظاهر بلا عذر فنحن نجزم أنه هو عنده فساد في الباطن. مشكلة المرجئة أنه لا فساد عندهم في الباطن إلا التكذيب، وبالتالي فعلا ممكن يتصور وجود حد عنده تصديق وامتنع من الإقرار، ولكن على قاعدة أهل السنة إلا عندهم أن التكذيب كفر والإباء والاستكبار كفر، يبقى يستحيل عندهم وجود من يمتنع عن الإقرار الظاهر مع أن في قلبه إيمان في البطن. المسألة الثانية، هل المسألة تقتصر على الإقرار؟ قلنا ابن تيمية بيقول قد توجد بعض الأفعال يكون دلالة تركها مكافئ تماما لدلالة ترك الإقرار، ولكنه لم يذكر أفعال واجبة على كل المكلفين دائما وأبدا، وإنما ذكر هنا ظرف خاص كأن يوجد مؤمن أو من زعم الإيمان ويرى، يقول هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره، وقال القدة عشان يبعد عن الجبان اللي خاف من المواجهة، هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟ فمن المعلوم أن هذا ممتنع، إنه هو ما يبقاش منه حركة. يبقى إذن دلالة ترك نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في موطن كهذا مع عدم وجود ضرر على صاحبه تكافئ تماما دلالة فعل الاستهزاء وغيره. عشان كده قال وهو بيشرح المسألة ديت في الصفحة التي بعدها إن دي زي دي، يقول فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، وكان محبا لرسول الله معظما له، امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه، فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته. فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب. يبقى اعتقاد كونه صادق ممكن يجتمع مع سبه، ليه؟ لأنه يكون صادق وبيحسده وبيبغضه عصبيا، لكن يكون في قلبه الإيمان المشترط شرعا من وجود التصديق والإقرار والإذعان والانقياد والمحبة، وبعدين ما يبقاش في إقرار مستحيل، يمتنع عن النصرة التي يقدر عليها مستحيل، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل. بقى كل الأحوال دي هنقول نعكس المسألة، بقى الامتناع عن الإقرار مش هنكفره فقط بمقتضى الأدلة، لا ده هنقول ونحن نجزم أن باطنه منخرما، عنده حاجة ناقصة في الباطن. وترك النصرة في حالك التي ذكرها إنه يرى الرسول أمامه في مع أعدائه مع القدرة على النصرة وعدم الضرر فيقعد عنه، يقول ترك النصرة في هذه الحالة تدل على انخرام الباطن. الاستهزاء أو السخرية تدل على انخرام الباطن. قلنا المشكلة مش في الأفعال، لكن هو ضرب المثل بالأفعال للتوضيح، لأن كأن الأفعال تصورها أقرب، إن في أفعال تدل على انخرام الباطن والأدلة عليها أظهر كالاستهزاء والسخرية وغيرها،
لكن هل في تروك في الظاهر تدل على انخرام الباطن؟ ترك النطق بالشهادتين دي واحدة. المثال اللي هو قاله أحيانا توجد ظروف وملابسات تجعل الترك يدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن كترك نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحالة التي ذكر. طيب هل ترك الصلاة هو من جملة الطرق التي يمكن أن تصل بصاحبها إلى أن تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن؟ لو كان كذلك خد بالك أهمية المسألة إيه، إنها هتنتقل من مسألة من النقاش في الأدلة يعني في كفر ترك الصلاة مع احتمال إنها تحمل على الكفر الأصغر، وده الشائع من طريق التعامل العلماء مع النصوص التي تكفر بشيء من أعمال الجوارح. ولكن لو كانت وجدت فيها هذه الدلالة تبقى هتنتقل من كونها تقصير في أعمال الجوارح إلى كونها انخرام في الباطن اللي هو مجمع عليه. لكن خد بالك برضو هنا فرق بين لما تبقى المسألة مجمع عليها وبين لما تخرج على إجماع. فيبقى هنا النظر في هذه المسألة مهم، لكن مش هيؤدي بالمسألة أنه ينقلها من ساحة الخلاف إلى ساحة الإجماع، ولكن لمحتج أن يقول أما وإذ أجمعنا، زي كنا لسه بنتكلم في ستر العورة، المسألة خلافية يعني جدا في وجوب ستر الرجل الكفين أم الاستحباب. فاللي بيقولوا بالوجوب بيقولوا للي بيقولوا بالاستحباب نحن وأنتم مجمعون على وجوب ستر الذراع مثلا، والعقل يقول أن الفتنة في الوجه أشد، فكان ينبغي أن تقولوا معنا بوجوب ستر. يظل ده احتجاج ممكن تنظر فيه، لكن مش هتقلب المسألة تدعي الإجماع، تبقى المسألة خلافية بهذه الصورة وبعدين تدعي الإجماع لأن عالما احتج عليهم بتخريج على إجماع أو لأنهم لهم إجابة، ولدل الدليل على الترخيص فيه ولم يدل الدليل هناك ولا حاجة بنا إلى التعليل. أو يقولوا إن الذراع في فتنة والوجه في فتنة، ولكن لم توجد حاجة إلى إظهار الذراع ولا يوجد مشقة في ستره فقد أمر بستره، وأما الوجه لأنه به تعرف المرأة ولا بد لها من تعامل وقد تحتاج إلى بيع وإلى شراء وإلى وإلى، فتكرر هذه الحاجات جعل الشرع يعتبرها بمنزلة الضرورة، بمعنى أنه يأذن في كشفه مش دائما مع وجوب غض البصر مثلا. فالحالة شبيهة هنا عندنا شيخ الإسلام بيرى أن ترك الصلاة فعلا ممكن يكون في مواطن يكون كترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في موطن يرى الرأي فيه أعداءه قد ظهروا عليه وهو قادر على الدفع، أو تكون من باب أوضح كمن يترك النطق بالشهادتين مع القدر. من أمثلة كده من أمثلة النقول اللي بين فيها ابن تيمية ان ترك الصلاة عنده في بعض الأحوال، هنقول ايه هي الأحوال ديت، تكون من الطرق التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن، لأن الأفعال التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن كثيرة ولا يكاد يوجد خلاف بين أهل السنة فيها، حتى المرجئة نفسهم بيضطروا فيها يقولوا كلام متناقض كده لكن حاصله تكفير المستهزئ والساب ونحو ذلك. لكن الكلام هنا في الطرق، ترك الصلاة عند ابن تيمية في بعض الأحوال له هذه الدلالة، وهو في النهاية بيقول إن الأحوال ديت هي التي ينبغي أن يحمل عليها الإجماع المنقول عن الصحابة. بيقول سنة تيمية وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك فقد ذكر المفرعون من الفقهاء فروعا، أحدها هذا لو في القتل، فقيل عند جمهورهم مالك والشافعي وأحمد يقتل.
طب ما في حد قال ما يقتلش؟ قال الإمام أبو حنيفة. ده عند ابن تيمية مذهب من مذاهب أهل السنة، فهو عنده القول بالقتل ابتداء، ده مذهب الجمهور. وإذا صبر، يعني احنا يبقى كده عند الجمهور مالك الشافعي وأحمد هيقولوا له أنت لو ما صلتش ستقتل. قال وإذا صبر حتى يقتل. فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين حكي روايتين عن أحمد. عايزين المسألة من فضل القتل على الصلاة، دي أشد أحوال ترك الصلاة في عرف كل الفقهاء وعند ابن تيمية بلا شك، ودي الحالة اللي عباراته فيها محكمة جدا في إن مذهبه هو تكفيره. ودي العبارة اللي ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة راح بنا يعني طف جولة في أدلة المكفرين حتى تخالك أنه سوف يحسم أمره بالقول بالتكفير، ثم يعود فيأخذ جولة في أدلة المانعين من التكفير حتى تخاله سوف يجزم بعدم التكفير إلى أن انتهى بلا ترجيح، غير أنه قال إنه من العجب قول من يقول أنه لو أصر على ترك الصلاة حتى يقتل أنه يقتل حينئذ مسلما. كأن دي المسألة المستنكرة جدا عند ابن القيم، وفرق بين أن العالم يحتج لقوله بقوة وبين أنه ينفي الخلاف فيه. ابن تيمية ابن القيم عندهم المسألة ديت من المسائل اللي بينتصروا لها بقوة جدا، واللي بيروا أن المخالف ذهل فيها عن أدلة شرعية وعقلية كثيرة، ولكنهم في النهاية بيقروا بأنها خلافية. وفعلا هنا الراجح الله تعالى أعلم قول ابن تيمية في هذه المسألة بأنه من فضل القتل على الصلاة. المسألة خرجت، احنا بعنوان المسألة الفرض الأولاني ايه؟ تارك الصلاة تكاسلا، لأننا مجمعين على أن تاركها جحودا كافر. فلما وصل الحال هو ادعى أنه مقر، قبلنا ظاهره ووكلنا باطنه إلى الله، فقلنا ده تارك تكاسلا، وفي الخلاف الشائع والجمهور عندهم أنه هو كافر كفر أصغر. فلما فضل القتل على الصلاة تبين لنا حال غير التي ادعى، كان ينبغي أن تنقل المسألة حينئذ من كونها ترك للصلاة تكاسلا إلى كونها ترك للصلاة إيه؟ جحودا. وده الكلام اللي بينتصر لابن تيمية، لكن هو بيحكي هنا إن ديت أقوال إنه يقتل فاسق، دي ده قول من أقوال العلماء، المسألة قولين عن أحمد، يبقى أحمد عنده قول بإنه يقتل فاسق حتى إذا فضل القتل على الصلاة، وقول إنه يقتل إيه؟ كافر. قال وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة، وهي فروع فاسد. ابن تيمية ما نقضش نفسه، هو حكى الخلاف لكن بينتصر لما راه هو الحق، فبيقول اللي شافوا انه هو يقتل حدا كلامهم فاسد. لماذا؟ للاعتبارات اللي هو بيقولها. ليه؟ فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعاداتهم، ولهذا لم يقع قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ويقال له إن لم تصلي وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام. ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين. مين اللي كافر باتفاق المسلمين؟ الغير مقر بها. طب واللي عرض على السيف؟ ابن تيمية بيقول كان ينبغي على الذين نظروا في المسألة أن ينتبهوا إلى أنه بذلك غير مقر، ولكنهم لم يفعلوا أو لم يتفقوا على هذه النظرة، فيبقى أن ده احتجاجه هو أنه بيلحق هذه المسألة المختلف عليها بمسألة مجمعة، يعني بيلزم الآخرين الحجة بأنكم كما اتفقتم معنا
على أن التارك جحودا كافر، وهذا جاحد في حقيقة الأمر متى تأملتم، ولا قيمة بإقراره الظاهر طالما أن حاله يؤكد أن الباطن على خلاف ذلك. قال: وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الأثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، وقول العدل الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقول عبد الله بن شقيق البجلي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما. هنا الكلام كان بيقول على الإيه؟ على اللي عرض على السيف. العبارة ديت الجديدة ديت مع أن السياق واحد ما فيهاش السيف بس فيها إيه؟ الإصرار. هل المسألتين واحد عند ابن تيمية ولا دي واحدة ودي واحدة؟ احنا على الأقل حنجزم أن مذهب ابن تيمية في من عرض على السيف أنه كافر كفر أكبر، ومع الاحتفاظ بأنه حكى الخلاف في المسألة لم يدعيها إجماعا، وإن كان قال كان ينبغي أن تلحق بالمجمع عليها، ده احتجاج منه على من خالف، وده الراجح فيما نرى والله تعالى أعلم في مسألة من عرض على السيف. هل المسألة هل هناك حالة أخرى وهي أنه يصر على الترك وإن لم يعرض على السيف فتكون دي عند ابن تيمية كفر؟ هنا قد يقال أن الكلام من أوله لآخره على من عرض على السيف، أتكون كلمة مصر هنا ضمنت الرفض مع العرض على العقوبة، ولكن نبقي احتمال أن يكون قصده حاجة تانية، لا سيما أن في نقول تانية نذكر. الاحتمال ده هيبقى احتمال في مذهب ابن تيمية، خد بالك عشان تبقى المسألة واضحة برضه. يعني احنا بدأنا هنا نتشكك في دي ابن تيمية رأيه فيها ايه، مع ان جزما المسألة خلافية لان اللي اوضح منها عند ابن تيمية خلافية وحكى الخلاف فيها، يبقى من باب اولى اقصى ما هنالك لو قلنا ان ابن تيمية عنده دي هي الاخرى مما يرجح هو فيها ان انه يقتل ردة او انه مرتد وان لم يعرض على السيف، يبقى بلا شك ان هيبقى بيرجح هو وليس بيدعي الايه الاجماع. وان كان في ثنايا ترجيحه يقول كان ينبغي ان تكون من الايه من المجمع عليه. قال: فاما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الاصرار والترك فهذا لا يكون مسلما، ولكن أكثر الناس يصلون طارة ويتركونها طارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قل: فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى، وليس الذي يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها، فهذا تحت مشيئة الله تعالى، وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائده كما جاء في الحديث. هذا النقل من الجزء 22 من صد 47 صفحة 49. يبقى هنا ده النقل اللي بيبين لنا ان ابن تيمية شايف المسألة برمتها خلافية، بما في ذلك اظهر صورها عنده وهي عرض العرض على السيف، وان كان هو بيرجح في هذه المسألة انه من عرض على السيف فضل القتل على الصلاة انه كافر كفر اكبر، وانه يرى انه كان الاولى بالفقهاء الذين قالوا ان يقتل حدا، مع أنهم الجمهور ومع أنها رواية عن أحمد، إلا أنه كان يأمل منهم
أن يتأملوا في دلالة هذا الإصرار وتحمل العقوبة على وجود انخرام في الباطن وعدم إقرار أو عدم إذعان أو نحو ذلك. ذكرنا هل عند ابن تيمية حالة أخرى ليس فيها عرض على السيف، يعني أن يكون ترك الصلاة بالكلية ولم يعرض على السيف فيرى أنه كافر؟ في الواقع هناك مواطن قد يفهم منها ذلك. فهناك مواطن يعني وكان معظمها متداخل مع الحالة الأخرى أو مع حالة على الأقل توجد حالة أيضا نص عليها مشابهة للعرض على السيف، وهو أن يقول أنه لن يصلي أبدا. يعني إذا هنا إن إذا ذكرت له الصلاة والعقوبة امتنع، دي واحدة. والتانية إنه يقول أنه لن يصلي أبدا، ودي في دلالتها على الإباء والاستكبار والإعراض واضحة هي الأخرى. هل إنه هو لو ما حدش سأله بس تارك الترك محض كل ما حدش شافه بيصلي أبدا تدخل ولا لا؟ أقرب موطن فهم منه إن ترك الصلاة عند ابن تيمية بغير العرض على العقوبة وبدون التصريح بلسانه أنه لن يصلي أبدا، إن دي ممكن تكون عند ابن تيمية كفر، الموطن اللي بيقول فيه وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات. استكمل بعض الأشياء. هذا النقل عن ابن تيمية اللي هو من أكثر المواطن التي فهم منها أنه يكفر ترك الصلاة إذا تركها تركا محضا كليا في غير الحالتين، هي حالة العرض على السيف وحالة إخباره بعزمه على عدم الصلاة في المستقبل. يقول وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. في الواقع أن هذه المسألة هذا النقل كان مهد له، يعني هو جزء من كلام طويل قال فيه يعني ممكن اقتطف بعض مواطن من بداياته. يقول وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره، يعني احنا قلنا المسألة عند ابن تيمية أصالة أن الإيمان الباطن بيستلزم الإقرار الايه الظاهر وغيره، دي بحسب الأحوال كمن رأى
الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل أعداء أو كمن عرض على السيف في أمر الصلاة، فعلمنا بذلك إن ترك الصلاة في هذه الحالة دليل على انخرام الباطن وإلى غير ذلك. قال وقد تقدم الكلام ده في الجزء السابع من الفتاوى من صفحة 610 لغاية 621، ده نهاية النقل اللي قلناه اللي كان فيه خلاصة القضية، لكن بداية النقل من أوله كان بيقول وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره. دي مهمة جدا أنه حتى فصل بين الإقرار الظاهر وغيره ببل، فالإقرار الظاهر دي المسألة الواضحة تماما أنها مترتبة على الإيمان الإيه؟ الباطن، والغير بحسب الأحوال، ذكر منها حالة من نصرة الرسول في الحالة التي ذكرها، ذكر منها حالة من عرض على السيف. قالوا أن وجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع، فكده دي المسألة الإيه الواضحة جدا عنده. قال فأما الفرائض الأربع بعد ما خلص الشهادتين ومدى علاقتهم بالإيمان بأنه مستحيل يوجد إيمان باطن بلا إيه؟ شهادتين. قالوا أما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، لأن الجحود دليل على انخرام الباطن. إلى أن قال وأما مع الإقرار، وأما مع الإقرار بالوجوب، وكل ده أطل النفس شوية في الكلام على أدلة كفر الجاحد. أن قال وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء، وذكر بعض النقول. وبعدين بيقول وهذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر والثاني في إثبات الكفر الباطن. وأما الطرف الثاني اللي هو الكفر الإيه؟ الباطن، فذكر فيه النقل اللي قلنا بقى بتاع أنه يستحيل أو يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا قط ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما إلى نحو ذلك. يبقى النقل ده يفهم منه أن ابن تيمية يكفر تارك الصلاة بالكلية حتى وإن لم يعرض على السيف، ولكن أنا هنحط قيد بقى إن هذا التكفير في الإيه؟ في الباطن. وهذا القيد لو لم ينص عليه ابن تيمية لوجب وضعه، لأن مستحيل تبنى الأحكام الظاهرة. نشوف واحد ما بيصليش، تخلي إمام بيطبق الحدود ويشوف واحد ما بيصليش يقول له أنت سجدت عمرك سجدة؟ يقول له آه من 10 سنين، يقول له لا خلاص روح. واللي يقول لا يبقى ده مرتد، هذا لا يمكن يبنى عليه حكم إيه؟ ظاهر. ولكن يخاطب به الناس، يتقال له أنت يا من لا تصلي احذر على نفسك، فهذا لا يكون إلا من زندقة في القلب، لأنك عشت حياتك لم تحدثك نفسك قط بأن تسجد لله سجد. يبقى كده عندنا ابن تيمية صرح بالكفر ظاهرا وباطنا لمن عرض على الإيه؟ على السيف. صرح بالكفر ظاهرا وباطنا لمن قال لا أصلي أبدا، صرح بالكفر باطنا لمن كان يعيش حياته لا يسجد لله سجد. يبقى دي خلاصة مذهب ابن تيمية في مسألة ترك الصلاة. لكن تبقى المسألة، كلام ابن تيمية في الفقرة الأخيرة لأنها ديت قال يعني يستحيل أنه يعيش حياته لا يسجد سجدة ولا تصدق بدرهم ولا يفعل شيء من الواجبات، فهل يمكن أن يقال احنا هنا لو قلنا ابن تيمية بيقول بتكفير ترك الصلاة إذا عرض على السيف، يبقى قبل ما يعرض مسلم، فلما يعرض لو صلى ماذا المسلم أصر على القتل يبقى إيه؟ كافر. طيب التاني اللي ما عرضش على السيف
مش الإمام اللي دعاه للصلاة، ده واحد من المسلمين أمره بالصلاة فقال والله لا أصلي أبدا، يبقى ده عنده إيه؟ كافر. ويبقى عشان يسلم ينطق بالشهادتين ويعلن استعداده للصلاة على الأقل، أن يقول أنه هو ملتزم بالصلاة أنه سيصلي إن لم يصلي بالفعل. طيب الواحد اللي احنا لا حد لا إذا لما دعي قال سوف أصلي أو ما حدش دعاه أصلا ولكنه لم يصلي قط، يبقى ده عند ابن تيمية كافر. إنما لو وجد المصلى أحيانا يبقى ده عنده إيه؟ مسلم. يبقى دي الثلاث أحوال اللي قالهم ابن تيمية. طب لو قال له لا هو ما صلاش في عمره ولكن بيتصدق، هل نقول ابن تيمية بيرى أن هذا مسلم؟ يبقى كده ساعتها هنقول أن ابن تيمية بيشترط فعل جنس أعمال الجوارح ويكفر تارك عمل الجوارح بالكلية، ولكن كلام ابن تيمية لا يفهم منه ذلك، بل كلام ابن تيمية الذي يفهم منه أنه يعين الصلاة خاصة، وإن كان في مقام الاحتجاج قال مستحيل يبقى واحد مؤمن وما يشوفش منه طاعة خالص، وراح رجع قال وأهم الواجبات وأظهرها وأخصها بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الصلاة. لكن سيبقى احتمال ضعيف ان ابن تيمية عنده ان من أثر عنه انه فعل عبادة ولم يعرض في الصلاة على السيف انه مسلم، والراجح ابن تيمية عنده لا، انه لو تصدق بدرهم لا تكفيه، بل انه لابد ان يكون قد صلى، ويبقى المسألة كلها يظل عنوانها الحالات التي يكفر بها تارك الصلاة عند ابن تيمية، وليست عنوانها جنس العمل الجوارح التي ضدها تارك جنس العمل. مع أن القول ده قد يبدو أغلظ، الذي نثبته قد يبدو أغلظ من الذي ننفيه، ولكنه أضبط، احنا نقبله لأنه أضبط ولأن الآخر لا يستقيم على قواعد الشرع ولم يؤثر عن أحد من السلف. ولكن يبقى أنه مما يسع فيه الخلاف أن احنا من توهم أن سلفه في ذلك هو ابن تيمية، طالما سيكون المسألة في هذا الإطار فلا بأس به. ما إيه اللي احنا يعني الذي يمكن الذي يحمل كلام ابن تيمية على أنه يشترط للإيمان عمل ليس الصلاة، أي عمل، ويرجح ذلك؟ احنا بنحتج عليه بنقول له هناك أحاديث فضل الشهادتين، فإن قيدت بأحاديث ترك الصلاة كان الكلام منضبطا من الناحية الأصولية، إن أحاديث فضل الشهادتين قيدت بأحاديث الصلاة، سواء هنقيدها كما هو قول لمن يقول إنه لو ترك صلاة واحدة يكفر فيقول هي مقيدة بها أبدا، أو يبقى مقيدة بها في الأحوال الخاصة اللي ذكرها ابن تيمية وافقنا عليها. فأما إن قال إنه لن يقيدها بأحاديث ترك الصلاة فإذا ينبغي أن تبقى مطلقة، فلو قيدها بفعل بتصدق بدرهم أو صلة رحم أو نحو ذلك لكان مقيدا للأدلة بلا مقيد، هيقول قيدت الأدلة بكلام ابن تيمية، يبقى كلام لا يستقيم في واقع الأمر إن احنا نقول لو قيدها بأحاديث ترك الصلاة يبقى كلام منضبط. ويبقى الخلاف في القيد هيتحط فين، هل هيبقى زي قول المكفر يقول لو ترك صلاة واحدة يبقى هو ده القيد عنده،
أو لو ترك مع العرض على السيف، أو لو ترك مع الإصرار على عدم الفعل، أو لو ترك دون التفات إلى الفعل وإن لم يصرح بأنه مصر على الترك. يبقى دي قيود يسع فيها النظر في الأدلة. أما لو قال لا أمر الصلاة عنده هيتركه برمته ويقول يجزئ أن يتصدق بدرهم أو يجزئ أن يصل رحمه، نقول له بما قيدت أحاديث الشفاعة. فإن كنت قيدتها بالصلاة فينبغي أن تخصص الصلاة وتذكرها دون غيرها وتعينها، ما تقولش يغني عنها صدقة بدرهم أو بغيره. فإن قال قيد أحاديث الشفاعة بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقال هذا يخالف أول ما يخالف منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في معارضة الأدلة بكلام الرجال. وإذا كان ابن تيمية لو تجارينا مع إن عبارته الأخيرة بيتكلم على سجود سجدة أو تصدق بدرهم وإنه ثبت على ذلك، بمعنى إنه عنده النجاة من الكفر تحصل بصدقة بدرهم ولو لم يكن معها سجدة. إنما لو هو قال معاه، لو هنقول لازم معها الصلاة، خلاص تبقى بقت المسألة هي مسألة ترك الصلاة، وبقى الخلاف في القدر اللي بيه يعتبر داخل الإيمان والقدر اللي بيه يخرج، إما على قول إن ترك صلاة واحدة كفر أو العكس تماما إن فعل صلاة واحدة ينجو به من الكفر. يبقى دي كلها أقوال ونظرات في، ولكن لو هنقول فعل صلاة واحدة ينجو به من الكفر، يبقى عدم فعلها يقع به في الكفر إيه باطنا مش ظاهرا، بخلاف لو قلنا ترك صلاة واحدة يقع به الكفر هيبقى منضبط. لو قلنا إذا عرض على السيف هيبقى منضبط ظاهرا وباطنا. لو قلنا أن يصرح بأنه بعدم العزم على الفعل هيبقى منضبط ظاهرا وباطنا. الحالة الرابعة لو قلناها هتبقى باطنا بس لأنها لا تنضبط ظاهرا. لو نزلنا عن دي كمان وقلنا بل ينفعه أن يتصدق بدرهم وإن لم يصلي، نقول له طب من أين جبنا القدة؟ طب ما من باب أولى ما نحطش قد خالص، نسيب أحاديث الشفاعة مطلقة. فلو قيدت فيكون أولى ما تقيد به أحاديث ترك الصلاة، فإن لم تقيد بأحاديث ترك الصلاة فلتبقى مطلقة. وأما تقييدها بعبارة محتملة لشيخ الإسلام ابن تيمية فليست من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ذاته. ثم يقال أن شيخ الإسلام ابن تيمية بنى المسألة بناء على تصور، قال لا يتصور، والجمهور يقولون المسألة ليست تصور بل المسألة منصوص عليها في أحاديث الشفاعة، إنه في نهايتي إن آخر أهل النار خروجا منها من قالوا لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قط. ومع كثرة التأويلات التي قيلت في هذا الحديث، يبقى إن أحد الذين انتصروا إلى القول بتكفير ترك أعمال الجارح بالكلية حمله على محمل هو هذا المحمل الذي يحمله عليه الجمهور. الدكتور صفر حوالي بعد ما حاول يرد على الحديث بردود مختلفة قال على أنه يمكن أن يتصور أن هذا يمكن أن يتصور في أحوال بعض الناس أن يكون في غيبوبة بحيث يبقى في القلب نبض ضعيف لا يظهر معه أي أثر على الجوارح. قال ولكن من الظلم قياس حال الأصحاء على حال صاحب الغيبوبة. والكلام ده كلام متين جدا بيد النية يجب أن يضاف إليه، وصاحب وليس من الإنصاف أيضا أن يقاس حال صاحب الغيبوبة على حال الموتى. فيبقى احنا متفقين على أن أحاديث الشفاعة بتصف من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط أشبه حال به حال صاحب الغيبوبة في الدنيا، اللي هو لا يمكن أن يعتبر مثالا يحتذى ولا أن يؤمر باتباع حاله ولا أن يرغب في حاله، وفي ذات الوقت لا يمكن أن يعد في عداد الموتى. وده مذهب الجمهور في فهم حديث الشفاعة وفي تقييد أحاديث ترك الصلاة به للعكس. وإن كان الأحوال اللي فيها حيدل الكلام على موت القلب
على الراجح انه يعرض على السيف فضل القتل على الصلاة انه يعلن اصراره على الترك، الترك المحض الكلي الراجح انها لا تدل، هي اشبه بحال صاحب الغيبوبة وليست بحال الميت كما يدل عليه حديث الشفاعة، وهذا يعني وان لم يتصور ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه، هذا ان افترضنا ان ابن تيميه بيقول كده، ولكن من اليسير جدا انك ترد كلامه في كل المواطن الى الحالتين الظاهرتين اللي هما من عرض على السيف ومن قال انه لا يصلي ابدا. ولكن مع هذا في الاخر قبلنا ان يوجد من يقول سلفي في المساله ابن تيميه، فهيقول ان الترك المحض الكلي عنده كفر، بل ويقول ان النجاة من الكفر دوت مش انه يتعين عليه ان يصلي، هيقول بل يفعل اي طاعة في الحالة دي، هيبقى المسألة فعلا اسمها اشتراط فعل جنس اعمال الجوارح ليس اشتراط اداء الصلاة ولو على فترات، وهيبقى عكسها تكفير ترك جنس العمل. طب اذا قبلنا هذا فما الاشكال؟ الإشكال في عدة أمور، يعني ده ممكن أن يقبل. الأمر الأول ادعاء الإجماع ورمي المخالفين بالإرجاء. ذكرنا أن من أهم فوائد أستاذ الشيخ البراك أن ننبه على هذه الجزئية ووضح مواطن الإجماع ومواطن الخلاف. أن يكون الكلام فيه اضطراب بلا فائدة. بمعنى لو واحد عنده تكفير من ترك صلاة واحدة. ليه يوصلنا للكلام في مسائل غامضه زي دي؟ طب ما هو ده عنده دي تجب دي، فيبقى هو فكثير من الناس بيجمع بين هذه وتلك. الامر الاخر انه عدم توضيح المقصود بهذا المصطلح، مع العلم بان هذا المصطلح له وجود سابق في كتب بعض اتجاهات التكفير والتوقف وغيرها، يرون انه يلزم فعل جنس كل عمل واجب، وده اللي يستقيم ان يجمع بينها وبين القول بتكفير ترك صلاة واحدة. يبقى هو عايزه يصلي ولكن لابد انه يفعل ولو مرة في حياته امر بالمعروف نهي عن المنكر، لو مرة في حياته من كل نوع من انواع الواجبات، وده قول موجود. والجمع بين القضية المعنونة بتكفير ترك جنس العمل وبين القول بتكفير ترك الصلاة قد يعطي الفرصة لتفسيره بأنه كذلك. أيضا من أخطر الأمور طريقة الاستدلال على المسألة بأن عمل الجوارح جزء من الإيمان، فإذا لابد أن يجعل جزء منه في أصل الإيمان، وهذا الكلام يعني لو طرد لأعطى الفرصة للخوارج إن هم يستدلوا بنفس الطريقة ويقولوا ان كل انت الايمان قول وعمل، ده اصطلاح، انما النص النبوي بيقول الايمان بضع وسبعون شعبة، فاحنا قسمناهم لشعبتين كبار، فلو حد جه في احدى الشعبتين دول وقال لا ده انت مش تدخلها في الايمان بس، ده لازم تاخد جزء منها في الاصل، ممكن واحد يجي على احد الشعب شعبة شعبة ويقول لازم تاخد جزء منها في الايه؟ في الاصل، فيكون هذا ايضا فتح لباب التكفير. هذه احتراز مآخذ على اطلاق هذه القضية. واما اذا قيدت بالطريقة التي تناولها بها شيخ الاسلام ابن تيمية، فمعظم جزئيات شيخ الاسلام ابن تيمية مما رجحها كل من جاء بعده، وفي جزئية يسيرة يخالف فيها الجمهور وهي محل شك هل عناها ابن تيمية أم لا، وهي التكفير تارك الصلاة تركا محضا كليا إذا لم يتضمن هذا عرض على السيف ولم يتضمن إعلان منه بعزمه على عدم الصلاة، فهذه مما يخالف فيها ابن تيمية جمهور المتقدمين، وعلى أي حال هي قابلة للأخذ والرد. هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة، وبه نكون ختمنا
الكلام على هذه الرسالة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.